ومشاركة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة متابع المشجع مع احمد عشاق الكرة الافريقية الكرة العالمية كل مشغول في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة افريقيا وتصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم من ينتصر من سيصعد متابعه جميع المباريات على قنوات بين سبورت لايك وشير وسبسكرايب للقناه يوصلك كل اخبار الكوره في افريقيا وفي العرب واخبار النادي الاهلي